أحسن الله إليكم. الأخ بجاد الحربي يقول: فضيلة الشيخ، إني أحبك في الله، جزاك الله عني وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. وسؤالي: ما هو دور العلماء والدعاة والخطباء تجاه ما يتعرض له المسجد الأقصى من محاولات التدنيس بل قد تصل إلى الهدم؟ الواجب عظيم في هذا المسجد الأقصى، جميع مساجد المسلمين، لكن المسجد الأقصى هو أحد المساجد الثلاثة التي يشد إليها الرحال، وهو من مساجد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. يجب على المسلمين أن يدافعوا عنه بكل ما أوتوا حتى يخلصوا من وطأة الكفار واليهود. الواجب على المسلمين عموما، لا على فرد من الأفراد فقط، كل بحسب استطاعته ومقدرته، ولو بالبيان والتوضيح، ولو بالاتصال بالمسؤولين وولاة الأمور، حثهم على العمل على تخليص المسجد الأقصى. فيجتهد المسلم حسب ما يستطيع من إنكار هذا المنكر العظيم ومطالبة بتخليص المسجد الأقصى من أيدي اليهود. ولن يخلص المسجد الأقصى إلا المسلمون، أبدا لن يخلصه إلا المسلمون الصادقون، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون في آخر الزمان، وأن المسلمين ينتصرون، قال: المسلمون ينتصرون على اليهود ويقتلونهم شر قتلة، حتى إن أحدهم لو اختفى خلف الحجر والشجر فإن الحجر والشجر ينادي: يا مسلم، هذا يهودي خلفي، تعال فاقتله. فالفرج قادم إن شاء الله، الفرج قريب، والله جل وعلا لن يضيع المسجد الأقصى، لن يضيعه أبدا، ولا يخفى عليه أعمال هؤلاء الأرجاس، لا يخفى عليه ذلك، ولكنه سبحانه يؤخرهم إلى أجل مسمى. نعم.